قبل ما نمشي والما يفلت شيء بعد لحظات كلمة حق هو عنوان الكرونيك اللي تكون مع 58 دقيقة. قبل هذا سؤال المذيع سي محمد بعد إذنك ونقول لك وأنه السؤال هذا أو التساؤل اللي باش نسأله كان ما تحبش تعلق ما تعلقش بقى المشكلة هو الأفضل كان ترد تساؤل المذيع تساؤل معناه في قلبك في تساؤل نتسأل روحك يعني بينك بين نفسك يا سيدي نتسأل بيني وبين روحي من المواضيع اللي هي ما تحكيش فيها تقريبا الناس كلها تاخذ حذرها وتبدا تتعامل معها فيك ديغون هي فريجوات الإدارة فريجوات الإدارة تعج بطاقات كبيرة بين الطاقات وبين الناس اللي هي تنجم تكون أخطأت وعلى رأسهم أنا اللي هو شوفوا الوزارات الكبرى اللي هي ما تحكيش فيها هي وزارة الداخلية اللي يتعدى ويجيب القيادات تعدى فما من ثلاثة بلايس اللي موجودة من التكوين إلى العادلة التفقدية ثم المرور نلاحظوا مرصد أي مرصد المرور تقريبا هذوما ثلاثة بلايس اللي يتعدى فيهم هذوما هذه البيوت الإدارة هذه البيوت الباردة أي بالضبط حسب درجات الحرارة أنت وشنو يعني يحبوك مكنجل ولا مبرد مبرد تنجم تطلع للضوء أي لا كان مكنجل معناه أي جهز جرايد اللي تاخوهم مبرر روح يعني يمشي القهوة في الحوم هو من الأول نبدأ بالأخف درجة معناها اللي هو كل فريزور ولا حاجة نمشي للتكوين ثم باش يحبوا يبردوك أكثر طريف يبعثوك للتفقدية كملت من التفقدية ويحبوا يكنجلوك كومبليتمون برا تعاد هزم للمرصد تقريبا هذية المسارات فما ناس في ديارها فما ناس في ديارها فيما أما ينتمي إلى بعض الأسلاك وفما ناس اللي هي موجودة في الديار ما يعملوا في حد شيء هل هذا مش مونكا غانيي غير هذا فما تدمير للناس الناس هذيك سامحني مش انت اولا كونتو قبل نحكيه على المونكا انت كونتو انا نعطيك مثال باش ما يقعدش كلامنا نظري سمير الطرهوني وينو تذكروا سمير الطرهوني ولا تذكروا سمير الطرهوني ولا اخي شكون ما يعرفش سمير الطرهوني اللي مشاو اللي وقف الطرابلسيه في المطار وينو سمير الطرهوني نعرفش قول لي وين ما نعرفش في زاد واحد من هالفريقوات واحد من الفريقوات اللي موجود وين وسامي سكسال وين وسامي سكسال ممكن تعين قنصل او قنصل عام في فرنسا هي وروحوا بيه عنده عام ونص من اللي يعني يروح هي فاش يعمل وزارة الخارجية علاش تحكي كان عاد داخلية وزارة الخارجية لا فقط بدينا من هنا وانا نوع الناس اللي تسمع فين هو انه كل وزارة هنا جايينها باش نقولوا هاي وين فما الفريقوات نتاعها هات نحكي لك كاني تجربة يعني عشت هنا في الإذاعة هي في الإذاعة حتى في الإذاعة في فريقوات شو فيها قجرات وتتنسى غادي لسنوات انا جاي رئيس مدير عام في 2009 الأرشيف قرينا مع بعضنا في 2009 جاء السيد الرئيس المدير العام هذا قرر انه يحيلني معناها للمارك مش للفريجو للمارك جمله لطف عليك هي هذه الحقيقه برؤيه تخلع تهز الارشيف نتاع خدمتي 15 عام عندي صباط مارون توا غايضني هزهولي اي تصويره نتاع عواطف حميد الله يرحمها المديره السابقه لاذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه طلعها بفلوسي تهزت قعدت فريقو ل 2014 من 2009 ل 2014 في الفترة هذيك ما قبل 14 جانفي منه ما عادش عندي بيرو لكن زاد الواحد فما صورته قدام عائلته باش نصبح راقد في الدار الصباح نقوم نحجم لحيتي ونلبس ونهبط نمشي للإذاعة ندخل نعمل دخلة وخارجة يدخل الواحد للتواليت على الأقل يربح الإذاعة في حاجة بلاش ونمشي كمش نقضي مرشي لفايات نعمل قهوة ونروح يعدي ولي جمعة جمعتين ويبعثوا لي برقية انت يعني لاحظنا اللي انت متغيب عن العمل الالتحاق بمقر العمل نمشي للمديرة الموارد البشرية يا مدام اني راني موجود لا مو وينك فين نقعد ندور عليكم من بيرو لبيرو وراني جيت ما كلفتوني بحتى خدمة من 2009 ل 2014 هنحكي لك على تجربة
في الاذاعه التونسيه نعرف مهندسين من اكفأ ما ثم في المؤسسه، وصرفت عليهم الدوله في تكوينهم ما يعملوا في حد شيء. يجي ولا ما يجيش حد ما يهمه، لانه مغضوب عليهم. وتستنى انت يجيش يعني والمسؤول اللي يتعين يصفي حساباته مع الاسف ولا قاعده، هذا هو ينحي جماعه اللي يعتبرهم مش متاعه ويجيب جماعه اللي هو قراب ليه وهكذا. ومن بعد والكل وين يتلقاو، ومن سوء الحظ انه انت تنجم تكون ما يتعين حتى مسؤول يعتبرك متاعه، تكون ضحيه يعني كل العهود. وين من بعد يتلقاو؟ يتلقاو عند ربي. اللقاء بعد عند المولى سبحان الله. يتلقى لا يتلقى في الفريقوات. اي اي فريقوات. لا حتى في الفريقوات ما يتقابلوش. اما شنو المناخ اللي يولي في المؤسسه؟ انت حكيت على وزاره الداخليه، قاش عندكم مدير عام اللي تمت يعني اقالته ويبدا عمره 40 سنه وبعد تسيبه هكاك في الطبيعه ما تسالش شنو يعمل. فما مدير عام انا عرفته قبل الثوره، كان في دار حدود الاجانب بسيدي، مشيت خذيت موعد معاه، واحد ولد حلال خذ لي موعد معاه وقتها في رحله المعاناه على الباسبور متاعي. بعد الثوره واحسن استقبالي ومعناه كان على غايه من اللطف. بعد الثوره فركست على تليفونه وطلبته، طبعا هو فريقه وقتها، سالته قلت له وينك السنوات هذية؟ قال لي وخي نزرع في الفلفل. رجع للبلاد في القروان مره اخرى، قال لي نزرع في الفلفل يا بي. عاود رجع للضوء. علاش؟ لانه تعين وزير الداخليه يعرفوا بعضهم، كان والي الاخر خدموا مع بعضهم، رجعوا في الصوره، رجع مدير عام في الوزاره. وهل معقول هذا؟ استناني طار الوزير طار هو معاه رجع للفلفل. ما نعرفش فلفل يكون عبال طماطم توا. هذيك هي الحقيقه. مشوي نعم تسطيره. انا اعطيتك زوز امثله يا سي محمد. وينو سمير الطرهوني؟ وين الكفاء؟ علاش ما نعملوش هالقيادات العليا والسامية ونراو في التخبط اللي قاعد صاير على مستوى القرار، ونراو في الفضايح اللي تنجم توصل تهز تمس بلادنا على موسم سياحي بين صورة رادس. ونعاود نذكروا لأنه هذه الفقرة باش نذكروا بالأسئلة اللي طرحناها اللي ما فهمهاش إجابة. من يتحمل مسؤولية رادس وجربة؟ نعاود نذكروا رانا سألناكم مقبل كيما باش نسألوكم، أعطيونا الأرقام متاع فريقوات الداخلية، قداش عندكم من مدير ومن قيادة عليا سامية موجودة في الفريقوات ما هي قاعدة تعمل في حد شيء. القيادات اللي كانوا في النقابات الأمنية الكل، فما اللي تعزل وفما اللي مشى للحبس وفما اللي وين اللي حطوهم في الفريقوات. يا 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 يفضلكم راهو هذايا يخلصوا من المال العام، ومن حقنا ومن واجبنا كصحفيين وفي الرأي العام نطرح السؤال، لأنه الإجابة ما عندناش. وإذا فهم شكون عنده الإجابة يتفضل يتكلم، واللي تحكي معاه في الكواليس يقول لك يا أخي أخطاني من المشاكل، حتى ما نحبش نعمل المشاكل. حتى ضحايا الفريقو ما يتكلموش. علاش؟ لأنه تزرع الخوف. صحيح. يقول لك لا، يقول لك يعني أني في أسفل السافلين، مش تتكلم علي، النجم نسمي لك العشرات اللي نعرفهم. يكون مدير عام تغضب منه الوزيره بسبب ويشايه، ولا يقولوا لها راهو التدوينه هذيك في الفيسبوك يقصد فيك انت، يتنحى ويلقى روحه في الدار. تصور انت واحد قدام عائلته قدام صغاره يعرفوه مدير عام في وزاره، يصبح من غدوه يقوم العشره، شو يقول لهم؟ هي المشكله في انه ياخذ شهريه ولا ما ياخذوش؟ تصويرته بين صغاره تدمر عائلات. لا وخدم معناها ويخدم، وعليه المعامله هذيك. فما حاجه اخرى سي محمد وكامل بها ذي نمشيو، واللي هي اليوم فما على مستوى التعيينات هذه جد من حاجات ما تقالش، برقيه تهبط الصباح وفي العشيه يجبدوه، لانه فيسبوك اليوم فيسبوك. فما قيادات موجوده. كان خيتوا انا نخدم صحافي، ولا انا نخدم امني، ولا انا نخدم مدير عام في وزاره الماليه، سامحوني ساعه هذيك خدمتي. كل السلطات السياسيه تتعدى، خذاو تصويره من بعيد من اجتماع يعاودوا ما يقولولوش مقبل روا اللي ياخذ القرار تاع التعيين، ما يقولولوش قول لك رد بالك راهو عنده تصويره. شوف التصويره شنو هو؟ عريان. لا مش عريان، موجود في اجتماع من الاجتماعات مثلا. وذايا فما حاجه نعرفها انا، ما نحبش نذكر الاسامي من غير ما نكبره. اي سيدي شو يصير لهم؟
يتعين تتبعث البرقيه يمشي بشي باشر يخرجوا التصويره. اه ومنين هذه؟ هذه من قلب الاداره اللي هي قوى الجذب الى الوراء. فما تصفيه حزابات كبيره والتخبط اللي قاعد صاير هذا الكل اللي قاعد موجود على مستوى القرار السياسي. خذوا القرار امشي في جوسكوبو، ما تنجموش هكاك راهو تنجموا تبنيوا دوله قويه، وان شاء الله نتمنوا انه تكون عادله، وان شاء الله الدوله العادله اللي تعدد بين اولادها. كلمه حق، كرونيك محمد بوغلاب، توت سويت.